رح تحتاجوا لنص كوب زيت نباتي من شعبان، كوب ونص من سكر الأسرة، 3 بيض، فانيلا، ملعقة كبيرة من برش الليمون، عصير ليمونة، معلب قشطة و2 كوب طحين، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، وربع كوب زنجبيل مجفف ومحلى ومقطع. نبدأ بالزيت النباتي اللي عندنا. تمام. رح نضيف له السكر. حلو، هلا احنا بس ضفنا الزيت والسكر. بالضبط، حطينا الزيت وحطينا السكر، رح نحط البيض وحده وحده ونضيف ونحرك. طبعا الزنجبيل عاده احنا بناخده مع ليمون وعسل. اكيد تكون امورنا تمام التمام بالكتاب. يعني المرشح ياكل هاي الكيكه اليوم. بس نكتها جد كثير زاكيه، والفكره تبعتها برضه مختلفه. اكيد. هلا بعد ما خلطنا هاي المقادير كلها مع بعض، معلش احنا انعجقنا فعشان هيك رح اخلطهم يدويا، رح نحط هلا عصير الليمون. حلو. ورح نحط سيالين برش الليمون، بس اجيب المبشره. تمام، خلينا نقرأ بعض من التعليقات اللي عم توصل. سجى براهمة، يسعد صباحك بكل خير وشكرا كثير لك، كلك ذوق، شكرا. وبتسلم عليك كثير يا دمجوة. الله يسعد صباحك. وبرضه بنصبح على هديل الحويطي، يسعد صباحك. عم تسألك ممكن تعطيني وصفة مشروب سخن منشان تقوية المناعة وبيتقبلوه الصغار. هلا رح أقولها. هلا أنا حطيت شوي من برش الليمون اللي عندي. تمام، خليني أخلط. هو نفس مقادير اللي عم بستعملها تقريبا هلا. بتقدري تعملي مشروب سحري، بس لازم تواظبي عليه وتشربيه دائما. اغلي شويه مي دافيه، يعني مش مي دافيه، اغلي مي المي مغليه. بعدين بتحطي عليها عصير نص ليمونه، معلقه عسل، وزنجبيل طازه مبشور. تمام. هدول حتى الصغار اذا تعودوا انه حليتيه بالعسل منيح ممكن يشربوه، بس المهم انك تحليه مزبوط. هلا انا ما رح اضيف فانيلا، مكتوب فانيلا، بس انه برش الليمون رح اكتفي فيه لانه بروح الزنخه. المكون شوي غريب هو القشطه. هاي القشطه رح تعمل الكيكه دسمه وطريه، كريمي من جوا، فهي كيكه بسيطه بس عن جد غنيه. فلا رح نحط القشطه. وهون عندي كمية الطحين المذكورة عنا، أضفت لها معلقة صغيرة بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من البيكنج سودا، رح نضيفهم. نحرك. تمام. أوكي، هلأ صار عندي خليط الكيك جاهز، رح أضيف له زنجبيل اللي عندي ورح نحرك مع بعض. يعني أنا كتير كنت حابة، في معي ضيفة كتير اليوم مميزة، بنعتذر منها، كانت محضرت لنا الكبة المبرومة ووعدكم فيها كمان، فإن شاء الله رح نرجع نعملها معاها الأسبوع الجاي، فحلقتها محفوظة يعني. إن شاء الله بتطلع معنا الأسبوع الجاي طبعا. هلأ لين سوري، منوزع الخليط على قالب الكيك، مندخله على فرن حرارته 180 درجة لمدة بالضبط 35 ل40 دقيقة. تمام. هلا على القالب نفسه احنا عاده لازم نحط شيء ولا ما حيحط؟ هذا اللي عندي انا هو ما بيلزق، بس هو القوالب العاديه الالمنيوم لازم يكون مدهون طبعا بالزيت او بالزبده مع شويه طحين. تمام. طبعا بحب اذكر مثل كل اسبوع كل يوم اربعاء بيكون في عندنا ضيف او ضيفه بينضموا لنا بمطبخ رؤيا وبيطبخوا لنا وحده من الطبخات اللذيذه اللي هم متعودين انهم يقدموها. ولليوم كان مفروض نقدم لكم اكله كثير كثير طيبه، ولكن مثل ما حكت تيما رح يتم تقديمها الاسبوع المقبل، وهي الكبه المبرومه بطريقه فعلا لذيذه ومعها برضه الفستق الحلبي. لانه شوفي الست اللي بتعملها كثير معدله، بتعمل طواسي وشاطره يعني، فرح تعملنا اياها على اصولها ان شاء الله الاسبوع الجاي. تمام. اوكي، كيكتي صارت جاهزه. حلو. رح ندخلها اذا زي ما قلنا على فرن حرارته 180 درجه لمده 35 ل 40 دقيقه.